أريد أن يضررون بسبب أنه والله اعتصام أو إضراب موظفي شركة مصافي الجنوب. هاي خطوة من عندنا مبادرة للحكومة، أريد الحكومة ترد على خطوتنا. إحنا هاي خطوتنا، إحنا بخدمة شعبنا وخدمة شركاتنا، واليوم واقفين هنا على مو شركاتنا ما تفلس، شركات العراق ما تخسر. فهاي المبادرة من عندنا للحكومة وخدمة شعبنا بالدرجة الأساس. طلع 80 صهريج على مود نحل أزمة الوقود بالبصرة، لأن لا كهرباء ولا بنزين، بس الحكومة راح ترد على هذا الطيب اللي قدمناه. نتمنى أنه توصل الرسالة، ما نسمح الشركات التصفية بالعراق أن تكون شركات خاسرة. وإذا صارت تكرر الأزمة وتسد الطريق ما نسمح لأي شركة بعد لأي ثغرة تدخل. إنا لما تشال البقرة هاي الخدمة ناسنا، احنا مو ضد اهلنا، احنا في سبيل انه شركات التصفية بالعراق ما تكون خاسرة. حالة حال الحديد والصيف، حالة حال البترو، هاي رسالة لاهلنا ناسنا بالبصرة. هاي بادرة، السلام عليكم، ننتظر رد الحكومة والبرلمان.